السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح ندير معاكم قاطو الفراشات، يعني راح يكون بهذا التزيين اللي راكم تشوفوا فيه. والحشوه درتها بجوز الهند مع حليب مكثف محلى، يعني هذه الحلوه خصيصا اللي يحبوا جوز الهند. وايضا هذا القاطو راهو سهل التحضير، تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله يعجبكم. نبداو بسم الله. واول حاجه راح نخدمها هي صابلي. راح ندير مقادير صغيره، درت هنا 63 غرام زبده كما راكم تشوفوا، يعني مزنتها امامكم. راح ندير عليها مغرف زيت كما على بالكم، يعني الزيت زيت قرمشه للصابلي. نزيدو قرصه ملح، مغرف سكر كلاسي، نخلط كلش مع بعض هكذا. من بعد راح نضيف معها صفار حبه بيض، نخلط ايضا صفار حبه تاع البيض بعد ما درت مغرف صغيره لافاني، نخلطهم مليح هكذا. وهنا ضفت نصف ملعقه كبيره مايزينا، نكمل نخلطها. من بعد نلم بالفارينة، انا هنا درت كاس فارينة، وراح نضيف معاهم نص مغرف صغيرة خميرة كيميائية. هنا راح نخلط باليد هكذا، نبقى نخلطو حتى نتحصلو على عجينة تكون طرية. وبالنسبة للكمية تاع الفارينة دات لي حوالي كاس، هذاك الكاس اللي شفتوه. هنايا راح نحل العجينه تاعي في وسط كيس بلاستيكي، منحلهاش رقيقه بزاف على خاطر راح نديرو طبقه وحده من الصابلي. استعملت هذا المول الدائري، من بعد نطبعهم ونديرهم في صينيه ونطيبهم على 180 درجه. هنا راح نستعمل هذا المول تاع القبه، من بعد راح ندير عليه الشوكولا. الشوكولا هنايا انا استعملت شوكولا بيضاء، كنت لونتها بالملون الخاص بالشوكولا، يعني الملون الاحمر، تحصلت على هذاك اللون. درت الطبقه الاولى من الشوكولا، من بعد نديرها في المجمد نخليها تشد روحها، من بعد نزيد لها الطبقه الثانيه هكذا. نتاكدوا مليح باللي درنا لها كامل الشوكولا، يعني وما تكونش طبقه شفافه باش ما تكسرناش من بعد الحبه تاع الحلوه هكذا. نعاود نرجعها في المجمد هايلك. في هذاك الوقت البنات راح نحضر الحشوه. الحشوه هي يعني حشوه سهله، استعملت هنايا نواه كوكو، كنت رحيته رقيق، درت عليها لافاني، وراح نلمها بالحليب المكثف المحلى هاي ليك. انا استعملت هذا اللي يتبع، ممكن تستعملوا اللي يعني يخدموه في الدار، ديجا راني دايره معاكم الوصفه انايا من قبل. المهم البنات نبقى نضيف الحليب نيسلي هذاك، نضيفه غير بالعقل حتى نتحصلوا على حشوه تكون نوعا ما يعني طريه، ما تكونش ناشفه على خاطر نواه كوكو يشرب هذاك الحليب المحلى المكثف. هكذا البنات شوفوا القوام تاعو، قلت لكم يكون اطري هاوليك. من بعد ندير الحشوه تاعي فوق ولا في الشوكولا اللي كنت حضرتها هكذا، نسقمها مليح بهذه الطريقه حتى نكملهم كامل. بالنسبه للحشوه البنات اللي ما يحبش نواه كوكو، ممكن يعني تبدلوه بالكاوكاو محمص ومرحي، تلموه بالتوفيا كراميل. انا هنا درتها اليوم بالنواه كوكو خصيصا اللي يحبوا يعني نواه كوكو. هنايا كما راكم تشوفوا، من بعد ما كملت كامل حطيت لها هذيك الحشوه، راح نغلقها بالشوكولا، يعني نفس الشوكولا اللي استعملتها في الاول هكذا. نديروا طبقه رقيقه ونغلقها مليح، نحي هذاك الزائد. من بعد ما نكملها نروح نحطها في المجمد باش تعاود تشد روحها هاي ليك. هنايا بعد ما نزحتها من المجمد وننزعها من المول، الا كانوا فيها هذوك يعني الزوائد تاع الشوكولا تقدروا تنزعوهم بالموس. من بعد لصقوا
الشوكولا نتاعنا فوق الصابلي اللي كنا طيبناه واكيد يكون بارد. انا هنا لصقتهم بالشوكولا، من بعد الاطراف هذوك درت لهم لا جولي، من بعد درت لها نواة كوكو هكذا في الاطراف. وهنا التزيين البنات استعملت هذوما الفراشات لصقتهم بالشوكولا هكذا. نزيد نكمل كامل الكميه اللي عندي، يعني هذيك الفراشه نعوجها ونلصقها بالشوكولا. من بعد ندير ورق الذهب لصقتهم بلا جولي هكذا. وهاوليك يعني الشكل نتاعها النهائي، هذه هي. راح نقسم معاكم حبه، يعني يجوا طبقات، طبقه تاع الصابلي والشوكولا والحشوه تكون طريه. هاي ليك، هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا تاع نهار اليوم. راكم شفتوا يعني طريقه سهله، والحشوه كما قلت لكم تقدروا تغيروها، يعني بالنسبه للناس اللي ما يحبوش جوز الهند تقدروا تغيروها بالكاوكاو تلموه بالنسلي كراميل، ولا تغيروها بالبنيون، يعني اي وصفه تاع بنيون تكونوا تخدموا بها تقدروا تحشوا بها هذا الكاطو. المهم البنات هذا هو الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.